الحمد لله، الحمد لله الذي ارتضى الإسلام دينا وأقام الحجة على عباده ببعثة الرسل وإنزال الكتب، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد ابن عبد الله الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلقد ارتضى الله لنا الإسلام دينا وجعله وسطا، وأبى الكثير من الناس إلا أن يسرفوا ويتجاوزوا الحدود ويتعدوا في أمر الله. لذلك حرم الإسلام الإسراف وتجاوز حدود الله، والإسراف ممقوت عند الله ومحرم ومنهي عنه، وأن الله لا يهدي من كان هذا حاله، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، بل يضل الله من اتصف بهذه الصفة الشنيعة، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والمسرفون المفرطون الذين أفرطوا في أنواع الإسراف هم أهل النار ومن أهل النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار. فما هو الإسراف؟ الإسراف هو مجاوزة الحد والقصد والاعتدال، فيتجاوز الإنسان الحدود والاعتدال، فهذا يسمى الإسراف. والإسراف يكون في الكفر، ويكون في المعاصي، ويكون في الفواحش، وفي القصاص، وفي التعدي من الحلال إلى الحرام، أو ما يكون فوق الحاجة، ويكون في الإنفاق، ويكون في العبادات، ويكون في العقيدة. هذا كله يدخله الإسراف. الإسراف في الكفر أولا، كإسراف فرعون ومن كان على شاكلته من الجبابرة والطغاة والمشركين، فأسرفوا فتجاوزوا حدود الكفر المعهود لدى الناس. ولذلك الله عز وجل يقول عن فرعون لعنه الله: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. لعال في الأرض، يتكبر، يتعالى على الخلق، يمنع الناس من اعتقاد أن الله واحد، وأله نفسه، بل وضع نفسه وصرح بذلك أنه الرب، فقال عليه لعنة الله: ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به؟ قال: أنا ربكم الأعلى. ثم كان يقتل الأطفال، يقتل الذكور ويبقي على النساء، على البنات، فهذا إسراف. أسرف في الكفر، وأسرف في الاعتداء، وأسرف في الظلم، فكان لا يرى إلا نفسه. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كان
لا يرى إلا ما يراه، ولا يمتثل أحد بأمر إلا بأمره، ولا أحد يخرج عن طاعته. فولذلك فما آمن بموسى إلا قليل، كما يقول الله عز وجل: إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فنشر الرعب في الناس وفي رعيته والخوف، فما ترك لهم المجال في أن يتفكروا ولا أن يبحثوا عن السبيل، فاحتقرهم. لذلك يقول الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذا إسراف في الكفر والشرك والإلحاد والطغيان والتجبر والتعاظم، فارتكب كل جرم واقترف كل منكر وادعى كل محرم بل وفعله. لذلك وصفه الله عز وجل بأنه كان مسرفا عال في الأرض، وكان من المسرفين المتجاوزين كل الحدود. لذلك كانت نتيجته أن الله غرقه وجنده فأهلكه وتركه عبرة لمن يعتبر. هذا إسراف في الكفر. النوع الثاني من الإسراف: الإسراف في المعاصي. الإسراف في المعاصي قد يدخل فيها الكفر كذلك، لكن الإسراف الكفري الأشنع والأعظم هو إسراف فرعون لعنه الله، وكذا النمرود. ثم الإسراف في المعاصي، تدخل المعاصي الكبائر ويدخل فيها الشرك، لكن هذا الإسراف فله باب مفتوح لمن أراد الولوج إليه قصد التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أي بعد الإسراف من هذا النوع قد يتوب الإنسان ويرجع ويمحو عنه هذا الإسراف الذي قد أو كان قد كتب عليه أو كان فيه ومنه. فيقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا إسراف كان، فتاب الإنسان إما أن كان مشركا أو قاتلا للنفس أو مزهقا للأرواح أو مرتكبا لكبيرة، فهذا مسرف أي بهذه المعاصي والذنوب، لكن عقل الأمر وانتبه للأمر فرجع إلى الله وتاب إلى الله عز وجل. فكان الإنسان يتذكر هذا الإسراف وقد يقنطه ويحزنه، فالله عز وجل فتح له باب الرجاء والرحمة والمغفرة، لأن الله لا يقنط أحدا سبحانه وتعالى. مهما كانت ذنوبك ومهما كانت معاصيك ومهما اقترفت من ذنوب، ولو كانت مثل زبد البحر من الذنوب، فإن تبت إلى الله عز وجل ورجعت إليه وأنبت إليه فالله يقبل عليك بالمغفرة والرحمة. هناك من قتل أخيار الناس كالوحشي الذي قتل عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
قتل حمزة، ومع ذلك لما جاء تائبا إلى الله معترفا بذنبه متشهدا بشهادة الإسلام، فأقبل الله وقبل الله توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا يبقي منها شيئا إنه هو الغفور الرحيم. لأن الله هذه صفته، غفور رحيم، سبحانه من غفور رحيم. الإسراف في المعاصي، ثم الإسراف في الفواحش، أنه الإنسان يرتكب معصية، يرتكب فاحشة، مثل فاحشة الزنا منكر عظيم، جريمة شنيعة، كبيرة ممقوتة، لكن هناك من يسرف فيتجاوز هذه الفاحشة، كقوم لوط، فما اكتفوا بالزنا هذه الفاحشة الجريمة أو هذه الآفة العظيمة، وإنما زادوا وأسرفوا في الفاحشة، فكانوا يأتون الرجال وكانوا يأتون الذكران، فيقول الله عز وجل أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحدود. فهذا الفعل تأنفه الفطرة السليمة وتقبحه العقول السوية، ففطرة الإنسان تأبى هذا الفعل، حتى أن بعض العلماء قالوا ما كان ليأتي على عقولنا لنتصور هذا الفعل لولا أن الله أخبرنا بذلك. فعل شنيع وقبيح أن يأتي الرجل الرجل، وهذه كانت في ذلك الزمان في قوم لوط فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وقلب عليهم الأرض، كما يقول الله عز وجل وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا المنكر الشنيع نسمع عنه أنه ينتشر بشكل خطير بين بعض الشباب المنحرف الذي ما تربى تربية إسلامية وما هذب تهذيبا دينيا، فنراه ونسمع أنه ينحرف إلى هذا الانحراف، يعني المنحدر حتى لا نقول حيواني، لأن الحيوان الذكر منه لا ينزوي إلا على أنثى، فالله عز وجل قبح وشنع هذا الفعل الشنيع، أهنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. النوع الرابع من الإسراف، يعني التجاوز فيه، الانتقال من الحلال إلى الحرام، أو أن الإنسان يأتي ويفعل أو يأكل أو يشرب فوق الحاجة، فيقول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل واشرب من غير إسراف. رسول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، فلا تنتقل من الحلال إلى الحرام، ثم لا تأكل فوق حاجتك، ولا تشرب فوق حاجتك، ولا تلبس فوق حاجتك، ولا تركب فوق حاجتك، ولا تستغل أو تفعل شيئا مما هو مباح فوق حاجتك. إذا ذهبت إلى السوق لتشتري فاشتري ما تحتاجه، فإن اشتريت للطعام أو الشراب أو الكسوة أو المركب فوق حاجتك فتصير من المسرفين الذين نهى الله، أو من الذين يسرفون الذين نهى الله عنهم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف قد يكون حتى في الطاقة الكهربائية، أنك لا تشغل إلا ما تحتاج إليه، فإن استعملت فوق حاجتك فتكون من المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك التعامل مع مال اليتامى والضعفاء ومن هم تحت ولايتك، فقد يكون الإنسان وصيا أو وليا لمال اليتيم فيأكل منه ويأخذ منه ما يحتاج إليه للتعامل وللإنفاق على هذا اليتيم، ولكن كل من غير إسراف ومن غير تجاوز حقك. فيقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا تأكلوها إسرافا تجاوزا وبدارا، يعني يتبادر الإنسان إلى إفناء ماله حتى إذا ما بلغ هذا اليتيم فلا يجد ما يطالبه به من ماله. ولذلك الناس الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى أنه لا يأكلون حتى عند أو في المآتم إذا مات الميت فلا يأكلون في بيته، لأنه من السنة أن لا توقد فيه النار، بل الجيران والمحسنون يعينونهم ويساهمون في إطعامهم، لا أن يكلفوهم ولا أن يصيروا أنهم يأكلون أموال اليتامى بغير حق، لأن الميت إذا مات فالمال الذي تركه وخلفه ليس له، وإنما هو لليتامى القصر أو للورثة، فلا يجوز التصرف فيه إلا ما كان للمؤونة أو لمؤونة تجهيز هذا الميت. إذن الإسراف في التعدي من الحلال إلى الحرام، أو أن الإنسان يأكل فوق حاجته. كذلك الإسراف في العقيدة، الإسراف في العقيدة وهو الإنسان أن يعتقد معتقدا باطلا فاسدا، كأن يعتقد في أشخاص أنهم يضرون أو ينفعون، أو يعتقد في أشخاص في ذوات أناس أنهم شؤم عليه، فكم أناس يعني يتشائمون من بعض الأشخاص أو الذوات أو من بعض الأفعال، فيتشائم حينما يرى شخصا وقد يتعوذ بالله منه والعياذ بالله، فهذا يعني معتقد فيه يعني فساد
وإسراف. قالوا طائركم معكم أهن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فكانوا أولئك يتطيرون ويتشاءمون بالأنبياء والرسل كالثلاثة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أنطاكيا، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. فإلى أن قالوا لهم اطيرنا بكم وبين معكم، قالوا طائركم معكم أهن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عقيدتكم فاسدة، فيها إسراف، فيها تجاوز. فالإنسان لا تأثير له على الغير إلا ما استثناه الإسلام من العين، فالعين حق. أما كذات الشخص، كذات الإنسان، يعني أنها لا تأثير لها على الغير. فالإنسان يعلم أنه لا تأثير إلا من الله، فلا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الإسراف كذلك في العبادات، في العبادات منها الزكاة. فإذا ما حال الحول على المال أو الحرث أو النسل، فليسارع الإنسان في أداء حق الله عز وجل، وألا يتماطل وألا يؤخر، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. فهناك يعني أشكال وأنواع للناس حول الزكاة وحول أداء حق الله سبحانه وتعالى. فهناك من يتصرف في الزكاة يعني عن طريق هوائه وأموره التي يمليه عليه وتمليه عليه نفسه، فلا يؤدي الزكاة كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهناك من يعطيها لمن يريد، وهناك من يعطيها لمن لا يستحق، وهناك من يؤخرها ويؤجلها، وهناك من يعجلها ويضعها في غير موضعها. لذلك جاءت هذه الآية حاسمة لهذا الأمر، مبينة خطورة الإسراف في أداء حق الله عز وجل. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك الإسراف في القصاص. الإنسان إذا قتل شخصا، فهذا القاتل من حق أهل القتيل أن يطالبوه بالقصاص، بمعنى أن يقتل. لكن الإسلام فتح باب العفو، إما الدية وإما القتل، وإما الدية وإما العفو. فإن طالب أهل القتيل بالقصاص أي القتل، فالله عز وجل يقول لنا أن لا تسرفوا في القتل، بمعنى أن تطلبوا أكثر من واحد أي من القاتل، أو أنكم تمثلون بالقاتل أو تعتدون عليه أو على أهله أو عائلته، ولا تزير وزيرة وزر أخرى. فالأب قد يقتل مثلا، فيأتي أهل القتيل فيقتلون ابنه، والابن قد يقتل فيأتي أهل القتيل فيقتلون أباهم، فما ذنب الأب وما ذنب الابن؟ فهذا إسراف. لذا يقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي سبحانه وتعالى. ثم النوع الأخير وهو الإسراف، وهناك أنواع، إنما أجملتها وأكبرها وأنواعها المعروفة المشهودة، وإلا هناك الإسراف في الماء، الإسراف في الوضوء، الإسراف في العبادة كلها. هناك الإسراف في الإنفاق. الإنفاق بمعنى أن تنفق إما النفقة اللي هي فريضة، هذا لا كلام حولها لأنها فريضة، ثم الإنفاق في الأمور التطوعية، الإنفاق التطوعي بمعنى أن يتطوع الإنسان وأن ينفق،
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المال لحقا سوى الزكاة، بمعنى أن حق الله عز وجل في الزكاة واجب، ركن من أركان الإسلام، لكن مالك يتعلق به الإنفاق التطوعي، بمعنى أنك مطالب يعني أن تنفق إنفاقا تطوعيا في سبيل الله. فالله عز وجل أمرنا بالإنفاق، ولكن هذا الإنفاق ألا يتجاوز فيه الإنسان الحدود، فينفق حتى يعني يعطي كل ما يملك، فيترك يعني أهله عالة يسألون الناس يعني بعده. فالله عز وجل أمرنا قال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني الإنفاق يكون وسطا كقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا يتجاوزوا في الإنفاق ولم يقتروا أي يضيقوا يكونون بخلاء كحال أغنيائنا اليوم، هذه صفتهم يعني البخل والشح في الإنفاق. فالمسلم يكون وسطا في الإنفاق، لا يكون متجاوزا حد الإنفاق فينفق كل ما يملك، إلا إذا كان صاحب إيمان قوي كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون بخيلا وسطا عاملا يعني بهذه الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن تجاوز الحدود في كل شيء ممنوع في الإسلام، محظور في الإسلام، منهي في الإسلام، فيجب أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأن نعمل بالإسلام الذي هو وسطي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعملون عملا صالحا ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهدنا الله عز وجل لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.